مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، ويا هلا ويا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم أثراء الهواء. دائما من خلال هذا البرنامج نتناول معكم مواضيع عديدة إن شاء الله الهدف منها تحقيق الفائدة العامة. اليوم إن شاء الله متابعينا الكرام راح نناقش معكم موضوع خاص بالأمن الفكري. طبعا هذا المصطلح مصطلح الأمن الفكري، هناك أيضا تقابله أنواع عديدة من هذا المصطلح: الأمن الغذائي، الأمن الأسري، الأمن الثقافي، الأمن الاجتماعي. لكن اليوم راح نتناقش معكم إن شاء الله في حلقة اليوم تحديدا عن هذا الموضوع وهذا المصطلح الأمن الفكري، وراح يكون معنا إن شاء الله يحدثنا عن الموضوع ضيفنا الفاضل الدكتور سعود العجمي، الموجه الفني في وزارة التربية وأيضا عضو مركز تعزيز الوسطية. دكتور سعود مساك الله بالخير وحياك الله معنا ونورنا. مسيك برضو العافية، يا أهلا وسهلا فيك. أحب أمسيك بالخير ومسي الأخوة المشاهدين أخوات المشاهدات، وشاكر لكم هذا الاستضافة الكريم. حياك الله دكتور. وطبعا مثل ما يعني بدينا هالحلقة وعرفنا مشاهدين الكرام، راح يكون إن شاء الله دكتور سعود حديثنا عن ما يسمى مصطلح الأمن الفكري. طبعا البعض قد يستغرب هذا المصطلح دكتور أو يكون يعني جديد عليه، لذلك راح نبدي بتعريف هالمصطلح. دكتور سعود، مفهوم الأمن الفكري. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الأمن بمفهوم العام هو يقصد فيه الوصول إلى أعلى درجات الإطمئنان، يا سلام، والوصول إلى مراتب الأمان والسلام وغياب مظاهر الخوف والجزع والقلق. هذه إذا غابت حلت محلها أن أفراد المجتمع يسيرون في عجلة التنمية والتقدم. ولذلك الأمن الفكري يقصد منه هي حماية الهوية الثقافية، سواء من الانحراف أو الاحتواء من الخارج، وهذا اللي نسميه بعكسه غزو فكري تحتوه من الخارج. فصيانة المحافظة على العقل وصيانة الهوية الثقافية هي من أهم مكونات الأمن الفكري، لأن المعروف أن تصرفات الناس عموما تنطلق من قناعاتهم، صحيح، من أفكارهم، وهذه القناعات هي بالأصل تستند إلى القناعة الفكرية أو الاعتقادية. فكل سلوك منشأ فكر، أي سلوك، صحيح، سواء عفوا كان السلوك هذا إيجابي ولا سلوك سلبي. فعنا عندما أحقق مثلا أمن شيء إيجابي، إذن الفكر إيجابي، صحيح، والعكس صحيح. هذا هو المعنى باختصار. يعني وفق التعريف، الأمن الفكري مصطلح ليس بالسهل، مصطلح مهم، ويعني مهم وجود أيضا في حياة أي إنسان. دكتور، ودنا نتكلم عن أهمية الأمن الفكري. أهمية الأمن الفكري باختصار لا يستغني عنها أحد، وكل الشعوب تطلبها، ولا في ولا شعب إلا ويطلب مطلب الأمن الفكري. ولذلك إبراهيم عليه السلام عندما دعا ربه، رب اجعل هذا البلد آمناً وارزق أهله من الثمرات، قدم الأمن على الرزق. قدم، أحسنت، قدم الأمن على الرزق، لأن الإنسان لن يستمتع برزقه، صحيح، إلا إذا كان يعيش بأمن. يعني لو قدم الإنسان مثلا ألذ الأطعمة والأشربة لكن عدم الأمن، لما استطاب له الطعام أو الشراب، صحيح، لو أراد أن أنام على أفضل الفرش والأسرة لكن خلف أسوار المنزل قلق وخوف واضطراب، لما استطاع جفنه حتى أن يغمض، صحيح. فأهميته لا شك عظيمة جدا. ولذلك حتى نعرف أهمية الأمن لنرى الشعوب التي يعني ذهب عنها الأمن وأصبحت تعيش في فوضى واضطراب، حتى نعرف حجم الفاتورة الباهظة اللي تدفعها. ولذلك هي نعمة لا شك عظيمة جدا. فأول ما دعا إبراهيم عليه السلام على الأمن، وهو طبعا هي المرتبة الأولى، صحيح، مرتبة الأولى، إذا توفرت، توفر الأمن لدى الإنسان، توفر لدى الإنسان استقرار وتنمية، صحيح. فمثل ما تفضلت من ساعة أن هذا نوع من أنواع الأمن، لكن الأمن الفكري يخطرها. إذا كان هناك أمن في فكر الإنسان، أصبح الإنسان يتقدم خطوات إيجابية ويبتعد عما ضدها من أمور سلبية. فأهميتها لا شك، أهميتها ما نراها من حدوث استقرار، صحيح، وهدوء في المجتمعات. عندما نرى مجتمع مثلا يتقدم
وينمو صراحة في جميع جوانب الحياة، نرى إلى 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 ضخامة الأمن اللي قاعد يعيشه. وإذا عدم الأمن نرى ضياع هذه كلها. فلا شك فاتورته إذا ضاع الأمن الفكري باهظة ليس لها ثمن أصلا. يعني دكتور، الأمن الفكري من أهم مقومات، ليس نقول مهم، بل من هو أهم مقومات الحياة في المجتمع، أهم مقومات الحياة. ولا شك إذا 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 عدمت خلاص أصبح الإنسان لا تستطيب له حياته ولا تستطيب ترى له معيشته. صحيح. عندما نقول في استقرار فكر، إذن فيه أخذ المأخذ الصحيح. ولذلك الآن كثير قاعد يتخذ الجوانب الغزو، قال أنا ما أغزوك عسكريا، أغزوك فكريا وانتهى الموضوع. صحيح. خلاص. بدلك دكتور سعود، يعني مسألة الغزو الفكري اللي تفضلت فيها الحين، دكتور كيف يكون الغزو الفكري يعني، وايضا خطورته؟ أتسميتها غزو. نعم. وفعلا نحن الآن في زمن ما يرحم صراحة. صحيح. وأصبح الآن الغزو الفكري يتخذ أشكال كثيرة. يعني أصبح الآن عندنا غزو فكري بوسائل الوجود، وسائل البث الفضائي، ووجود وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. طبعا نتكلم عن الفضائي، نتكلم عن المرئي والمسموع والمقروء أصلا. صحيح. هذه الأمور أوجدت أرض خصبة لإشاعة الفتن في عقول الناشئة. صحيح. وهذا هي الخطورة. فأصبح الغزو الفكري أصبح الآن ما يرحم. بل أصبحت الآن أنت الآن تريد أن تغرس بذرة نقية صالحة، وأصبح غيرك يغرس ضدك. نعم. فنحن نعيش الآن في تحدي ترى. صحيح. في التربية، وهذه تعطي يعني أهمية كبرى لمن كان له قرار في توجيه الناشئة أو في توجيه حتى أو حتى ولي الأمر ترى في أسرة الكريمة. صحيح. فالغزو الآن منتشر الآن. نعم. بوسائل التواصل الآن الكثير الآن منتشر. نعم. بين الناس. كورو سعود، نشوف التقرير إن شاء الله ونرجع كمان معك. توكل إن شاء الله. إذن فاصل مشاهدي الكرام ورجع لكم، خلكم معنا. الأمن الفكري هو أن يعيش الناس في أوطانهم وبين مجتمعاتهم آمنين مطمئنين على مكونات أصالتهم. يعد الأمن الفكري ركيزة أساسية في المحافظة على الأمن القومي بشكل عام، ومن ثم حماية المجتمع من الانحراف والضلال والضعف وسهولة اختلاله والسيطرة عليه. ولا شك في أن الأمن الفكري حاجة ضرورية لا تستقيم الحياة دون توفره، لأسباب عدة، منها أن الأمن الفكري أحد مكونات الأمن بصفة عامة، بل هو أهمها وأسماها وأساس وجودها واستمرارها. والأمن نعمة لا يمكن أن تستقيم الحياة بغيرها. الأمن الفكري يتعلق بالعقل، والعقل هو آلة الفكر وآلة التأمل والتفكر، الذي هو أساس استخراج المعارف وطريق بناء الحضارات وتحقيق الاستخلاف في الأرض. ولذلك كانت المحافظة على العقل وحمايته من المفسدات مقصدا من مقاصد الشريعة الإسلامية. يا هلا فيكم مشاهدي الكرام من جديد، ومع ضيفي الدكتور سعود العجمي عضو مركز تعزيز الوسطية. دكتور سعود، قبل الفاصل والتقرير تكلمنا عن أهمية الأمن الفكري ومفهوم الأمن الفكري، وأيضا تكلمنا قليلا عن الغزو الفكري دكتور سعود بعد ما عرفنا وخطورته. لكن دكتور، الجهل، هل الجهل يلعب دور في يعني تكوين انحراف فكري؟ كيف يكون ذلك؟ يعني إنسان جاهل، يعني شلون يكون الجهل، يعني كيف يكون عليه خطورة الغزو الفكري؟ الانحراف الفكري ما جاء إلا من الجهل. لو كان هناك ضد الجهل، طبعا العلم، لو وجد علم
لما وجد عند الإنسان ترى انحراف فكري. بعضهم يذكر يكون عنده علم وبالعكس يعني قد يكون قارئ ومثقف لكن والله يفتن قد يكون ويتغير. صح. وحنا عموما في شبهات كثيرة لا شك. نعم. نحن ننطلق في 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 أخذنا للدين من الوحيين. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم. ما إن تركتم تركت فيكم شيئين ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد. نعم. كتاب الله وسنتي. فيأخذ العلم من الوحيين. لكن مثل ما تفضلت الإنسان يعني هذا الذي أوقع ترى الجماعات التي وقعت بالقلوب الجماعات المتطرفة أنه وقعوا في طوام كبير جدا. والسبب بذلك أنه كانوا يفسرون النصوص ليس التفسير المراد وليس هي التفسير وليس هو التفسير الصحيح للنصوص الشرعية. هذا جهل يعتبر وهذا لا شك جهل يعتبر. ولذلك وقعوا في كما ذكر العلم أن وقعوا في أربع أسس وهي أسس ترى اجتمعوا عليها الجماعات التي وقعت في القلوب والجماعات المتطرفة حتى الخوارج اجتمعوا على هذه الأسس وهي أسس عامة. نعم. وقعوا بالتكفير وهذا التكفير أنزلوا نصوص شرعية على غير مرادها فكفروا الناس. بعد التكفير إذا وقعوا بالتكفير وقعوا في استباحة الدماء وهذا من الجهل ترى في الشرع من الجهل. البعض استباحة الدماء حتى المسلمين استباحوا دماء وذلك مرات تعجب عندما نرى مثلا تفجير في المساجد استبيحت الدماء فأنزلت نصوص شرعية على غير مرادها. تذكر بعضهم تعطيه الدليل الشرعي وتنصع لكنه يصر يعني ليس عنده جهل يعرف لكنه يصر على على رأي هذا المقصد. هناك أساليب يتخذون الجماعات المتطرفة إلى أن يصلون إلى صاحب الفكر المتطرف إنه ما يقبل أي حاجة وذلك هناك استراتيجية وهذلك هناك استراتيجية عند الجماعات المتطرفة اسمها استراتيجية محاصرة العقل. يعني وصل إلى مرحلة طبعا هذه متأخرة وآخرها طبعا هي مرحلة السيطرة على الإنسان. فمحاصرة العقل بعد أن أعطيه الأدلة والبراهين وحاول خلال فترة زمنية يقتنع حتى برأيي أجي عند مثل محاصرة العقل خلاص حاصر عقله. نعم. فحاصر العقل إما أن يقوم بما نشاهد الآن من مظاهر الاضطراب والفوضى. نعم. تفجير لذلك تشاهد لك مرات شاب يأخذ ناسف. نعم. ويدخل لمسجد هذا وصل إلى مرحلة محاصرة العقل. مثال بسيط جدا حتى يفهمه حتى المشاهد يعني مثلا عفوا أجيك مثلا في مجلس تسألني عفوا تبي ماي ولا تبي عصير خيرتني بين أمرين. نعم. وذلك هذا الشاب المتطرف وصل إلى مرحلة إما أن تفجر أو نخرجك من دائرة الإسلام ونقيم عليك الحد خلاص. فوصل إلى مرحلة في نوع من السيطرة طبعا. نعم. هذه مرحلة فيها أخذت وقت ولذلك وصل إلى السيطرة ثم وقع للتفجير. هذا كله ترى من شعافه مثل ما تفضلت الجهل. والجهل ترى في الدين يضر ويتعب. صحيح. يتعب يورد طبعا حياة الإنسان وأيضا يتعب حتى المجتمعات. صحيح. وما نعانيها الآن هي عبارة عن دائرة العلم الشرعي. هذا الشخص يعانون منه يعني دكتور أمه أبوه يعني كل يعاني منه. صحيح. نعم. إذن دكتور سعود بالنسبة لتحقيق الأمن الفكري لو نتكلم عن مقومات الأمن الفكري ما هي مقوماته؟ من أهم مقومات أو نسميه معززات الأمن الفكري. نعم. إحنا عندنا أمن وفكر نبي نعززها نحقق. احنا عندنا قناعة ان الفطرة السليمة هي اصلا تحتوي على هذه المعززات. لكن بما نعيش الان من وسائل بث فضائي ونعيش هناك غزو الى فكر الانسان محتاج الى ان نعزز. نعم. ونقوم مقومات الامن الفكري. اول هذه الامور وجود الحوار. سلام. هذا ترى من اول الخطوات. هذا اول خطوة لان عفوا الفكر لا يقابل الا في فكر. الفكر المتطرف صاحب الفكر الذي وقع في القلوب والتطرف لابد أن يقابل بفكر يحتوي على الوسطية والاعتدال فيكون حوار بينهم حوار هادف حتى نصل إلى الحوار الناجح. صحيح. يعني وهذه أفضل الحلول لمواجهة يعني البدايات لمواجهة هذا الفكر. نعم. أن يقابل بفكر. صحيح. فهذه أول خطوات لما نقول أهميته لأن الحوار الناجح الهادف هو الحوار ترى الذي استخدمه ترى الأنبياء والرسل مع أقوامهم. نعم. أقوامهم ما كانوا وقعوا بالشرك. نعم. وكبائر الذنوب لكن اتخذوا الحوار الناجح الهادف إلى أن آمنوا كثير من أقوام الأنبياء. سبحان الله. وهذا سبيل واضح جدا. نعم. قد تجد صعوبة لكن صاحب المبدأ وصاحب الفكرة
يتمسك فيها ويتأسى بما فعل الأنبياء والرسل بمن قبله. فهذه أول المعززات، وأنا أعتقد وجهة نظري هي أهمها. هذا جسر، إذا وجد حوار بين أبناء المجتمع بين أطيافه، حوار بناء يحتوي على مقومات نجاح الحوار، يعني من توفر العلم ومن تحقيق الهدف المنشود من الحوار، ومن أيضا إنزال الناس منازلهم والرفق واللين، أمكن إلى أن نجعل بساط أخضر بين أفراد المجتمع وبين أطيافه. كر سعود، راح نكمل معك إن شاء الله أيضا عن مقومات الأمن الفكري، لكن بعد هالفاصل إن شاء الله. إذا فاصل رجع لكم. الأمن الفكري. الأمن الفكري هو حال الشخص الذي يكون فيه العقل سليما من الانحراف عن الاستقامة عند تأمله، وأن تكون نظرة التأمل تلك متفقة مع منهج الشريعة الإسلامية وعلى خطى السلف الصالح، بحيث يكون المجتمع آمنا على ثقافته المستندة إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. أهلا فيكم مشاهدي الكرام، ورجعنا معكم من جديد في برنامجكم إثراء على الهواء. دكتور السعود، قبل هالتقرير أيضا تكلمنا عن أهم مقومات الأمن الفكري، وتكلمت عن مقوم اللي هو ثقافة الحوار. نعم، في مقومات أخرى؟ المقومات عديدة، لكن لعلنا بالوقت نجمل أهمها. صحيح. من معززات أو مقومات الأمن الفكري الوسطية والاعتدال، وهذا مبدأ أساسي. نعم. ولذلك وجعلناكم أمة وسطة. الإسلام هو وسط بين الأمم، وسط بين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فبين إفراط وبين تفريط. ولذلك لو نظرت إلى الإسلام لوجدت أن أعطى حقوق المسلمين وغير المسلمين. ما وجدت ديانة من الديانات أعطت مثل حقوق مثل هذا الإسلام. فهو أمة وسط، أعطى الحقوق للمسلمين وأيضا حتى لغير المسلمين. لهم حق التعايش بأمن واستقرار، وهذا الأمر يحقق الأمن الفكري. لا شك يحقق الأمن الفكري ويحقق المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم عاش في المدينة، أول ما جاء وكان بالمدينة قبائل من اليهود. نعم. قبل أن ينقضون العهد، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم معهم ميثاق مواطنة تعايش. نعم. إيه، وثيقة اليهود، وهذه وثيقة تعايش بينه وبينه. نعم. إلى أن نقضوا العهد. نعم. لكن بالأساس تعايش النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. هذا الأساس وبني عليه الإسلام. في ذلك الإسلام نعم وسطية، بين وسطية وبين اعتدال. هذا من أهم المعززات. من المعززات أيضا الانتماء والمواطنة، وهو معنى جميل جدا. فحنا إذا عندما نتكلم عن انتماء والمواطنة نتذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك يخرجوني ما خرجت. فكان صلى الله عليه وسلم يحمل في قلبه وفي وجدانه حب إلى مكة. ولذلك الانتماء المواطنة لعلها أربع كلمات: انتماء، والانتماء معناه الانتساب والميول إلى 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 البلد. نعم. ووطن، والوطن اللي أنت ولدت فيه وعشت. صحيح. وأيضا وطنية، وهي الوطنية اللي نسميها العاطفة الوجدانية التي يحملها كل مواطن. نعم. هذه في القلب. إضافة الوطنية في مواطنة، ومعنى المواطنة هي الترجمة الفعلية للوطنية. يا سلام. في ترجمة فعلية بمعنى فعلي. هذا الحب نعم يترجم إلى أفعال، إلى بلدك ينبغي أن يترجم إلى أفعال. صحيح. إلى عبارات جميلة تخرج بلسانك، إلى أفعال تفعلها، التزام في المجتمع. صحيح. فالمحب لوطنه ولبلده تجد على جوارحه كلها
تبدو فعلا أنه محب لوطنه وأيضا يعز هذا الوطن ولا يرضى عليه ابنك، بل تجد في المقابل أنه يرفع يدينه ويدعو لوطنه. هذا هو حقيقة الانتماء. هذا الدعاء لا يعلمه إلا ربك سبحانه. نعم. عندما تدعو لهذا الوطن وتدعو لبلدنا بالأمن والاستقرار، هذا من أعظم العبادات إلى الله عز وجل. هذا من معاني ترى مقومات الأمن الفكري ومقومات تعزيز الأمن الفكري. لو نظرت أيضا من المقومات وهي أصل عظيم جدا في الشريعة الإسلامية، وهي وجوب السمع والطاعة بالمعروف لولي الأمر. هذه من آكد الأمور. هذا الحق زلت فيه أقدام وظلت فيه أفهام، وحصل بسبب هذا الأمر فتن وحروب. صحيح. وهذا من أخطر الأمور. الله عز وجل يقول فيقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا أيضا يرجع إلى الجهل مرة أخرى. هذا أيضا يرجع إلى الجهل. هو منشأ كل الانحرافات مثل ما تفضلت. نعم. هو الجهل. نعم. إذا ذكر دور الأسرة، الأسرة أيضا دورها مهم لا يقل أهمية دكتور عن تحقيق الأمن الفكري عند أبنائها. لقد سألت عن عظيم. الأسرة وما أدراك من الأسرة، هي أهم محضن، يعني هام جدا للأبناء هي الأسرة. دكتور شلون الأسرة قد تنفل أبنائها وتجعلهم منحرفين فكريا؟ شلون؟ هو ينبقي الابن، الأبناء عموما، أن يجدون ملاذهم وأمنهم واستقرارهم في أسرهم الكريمة. يعني بمعنى ينبقي احنا نعيش باستقرار في أسرة كريمة سعيدة، ومن ثم ننشر هذا الأمن. فثق تماما أن مظاهر الأمن تخرج على الأفراد داخل أسرهم، ومظاهر الانحراف تخرج على الأفراد ترى داخل أسرهم. كثير من عندما الشباب الذين وقعوا، أغلب الحرفات تكون فئة الذكور أكثر، يمكن قد تكون يعني، لكن لما تنظر إلى إلى سيرته مع أسرة الكريمة كانوا يقولون عنه منعزل منطوي. كان قد ينعزل بسبب تعامل أبوه مثلا كان معاه لا في حوار، يمكن نفر من هالجو وتتحرف. هذا إحنا مثل ما تفضلت البداية، إحنا نعيش الآن في تحدي في قرص المفاهيم والقيم، ولذلك القيم والمفاهيم ينبغي أن تقرص بالذات في الأسرة. نعم. يعني لا أخفيك، وسميها قاعدة اسمها ثلاثية الأفكار. هذه الأفكار الثلاثة إذا وجد خلل في أحدها أصبح صاحب الفكر هذا منحرف. إذا وجد الابن أن عنده يحمل اتجاه سلبي حول أحد الأفكار الثلاثة أصبح اقترابه من الانحراف لا شك قريب جدا. أول فكرة يحمل فكرة سلبية تجاه ذاته، تقييم الذات يكون تجاه سلبي. الأمر الفكرة الثانية يحمل اتجاه سلبي تجاه أسرته. الأمر الآخر تجاه المجتمع. وإذا غالب من انحرف فكريا وأصبح هو مصدر لقلق والاضطراب وإثارة فوضى، تجد في المقابل أنه تجد هو ينكر ذاته. في المقابل يرى أنه ليس فائدة، لا توجد فائدة من وجوده أصلا. وأيضا حتى ينظر نظرة سلبية إلى أسرته إذا نظر، أو إلى مجتمعه الذي مثلا أتى وارتكب فوضى واضطراب. هذا لو تجد أنه وضع كيانه وذاته في موضع الصحيح، أو عنده تقدير لأسرته أو لمجتمعه، لما وقع. فأيما إنسان أو شاب وجد عنده نظرة سلبية تجاه أحد الأمور الثلاثة هذه تعطينا مؤشر. ممتاز. طيب كور، قد تكون الأسرة نفسها أسرة صالحة وفيها مقومات الحياة والحوار، هل ممكن في هذا البيئة الإيجابية يخرج ولد منحرف؟ يعني الآن ما لازم بالأسرة، في تواصل، في تربية وفي متابعة، هل ممكن دكتور؟ وسائل التواصل غزت الأبناء حتى وهم في غرف نومهم. والأفكار كلها يعني فيها الغث وفيها السمين وفيها الأفكار الطيبة الحميدة. لكن إحنا الآن محتاج إحنا نحتاط وتكون نفس الفكرة اللي طرحتها، الحوار حتى داخل الأسرة. يعني محتاج أني بعض المشاهد التي تخرج على وسائل الإعلام اللي فيها مثلا تدمير أو فوضى أو اضطراب، من أهم الأمور أني أتطمن على حال الفكر الأسرة الكريمة. فعندما يكون مثلا جالسين في البيت مثلا وخرج مقطع لا يتجاوز ثواني مثلا يدل على فوضى واضطراب أو استباحة دماء أو قتل، أنبه. ممكن أن يوجه السؤال، المشهد ذهب خلاص. صحيح. ممكن أني
عفوا نتأكد من الأبناء، ما رأي الابن الفلاني، ما رأي البنت الفلانية. إيش رأيك نشوف الاستطلاع هذا أيضا يأخذ رأي الجمهور حول جميل هالقضية؟ جميل هذه. جميل جدا. إذا شوف الاستطلاع ورجع لكم، خلكم معنا. الأمن الفكري أن الإنسان يكون متزن في حياته وفي كل مجالات حياته، سواء اجتماعيا أو دراسيا أو صحيا أو كل مجالات حياته، عن طريق أفكاره. الآن بحكم التطور والاطلاع بعض الناس، فكل شخص كان يبني له معتقد، يقول لك أنا أمل من المعتقد هذا، سواء هو على صح أو على غلط، بس يقول لك أنا هذا الشيء أنا مؤمن فيه، وهذا من الغلط لأن ما في موجه له. شوف، أنا أعتقد أن الأمن الفكري أساسه العقيدة الدين. يعني أنا لما يكون عندي تربية دينية سليمة سوية وسطية، باعتبار أن الدين الإسلامي هو دين الوسطية وما فيهاش نوع من التطرف أو المغالاة، أنا أعتقد أني حتى بأمن الفكر اللي عندي أنه يكون فكر وسطي، فكر له أساس. إذا أنا من البداية إلى النهاية قاعد أركز على شغلة واحدة في مخه، ويكتشف لما يكبر يكتشف هالشيء هذا أنه مو ماكب هذا العصر، بتحوشني مشكلة عودة فيه. فهذه شيء مهم، وهذا رأي يعني. إن هو بيوزن أفكاره، بيحدد أهدافه، يخطط إزاي يوصل لأهدافه، يحط أهداف لكل مجال من مجال حياته، وعن طريق الأهداف ديت هيكون عارف هو هيعمل إيه في المستقبل. في أمور في العقيدة لابد أن إحنا تكون مسلم بها، واخد لبالك، لكن هذا لا يمنع أني أنا ممكن أفكر بعض الأفكار، وبالتالي أي فكر متطرف ممكن أنا أتعرض له يكون عندي أرضية سليمة أن أنا ممكن أجابه هذا الفكر. يا هلا فيكم مشاهدي الكرام من جديد. دكتور سعود، قبل الفاصل تكلمنا عن دور الأسرة في تحقيق الأمن الفكري، لكن الحين دكتور بننتقل أيضا إلى دور مهم آخر، دور المعلم. طبعا حضرتك ما شاء الله موجه فني في وزارة التربية، فدكتور المعلم يعني أنا قرأت جملة أمانة تحتاج إلى التوقف عندها، يعني على المؤسسات التعليمية وأيضا وزارة التربية الاهتمام بحسن اختيار المعلم لتحقيق الأمن الفكري. جميل جدا. جميل. وجهة نظري يخطئ من يعتقد بأن المدارس هي فقط لتعليم القراءة والكتابة. أعتقد يخطئ. نعم. الأصل في المؤسسات التعليمية أن نعم هي تعلم القراءة والكتابة، وأيضا تعلم النشء ما يحتاجونه في استقرار أمن أوطانهم. نعم. هذا من أهم الأمور. نعلم الناشئ أيضا كيف يحفظ أمن بلده، كيف يستقر أمن بلده، أما يعلمه القراءة والكتابة وأغفل وسائل المحافظة على الأمن، لا. فالمؤسسات التعليمية هذا من أهم الأسس الآن اللي قاعد تقوم فيه. دور المعلم دكتور سعود، هو لا شك دور المعلم أيضا، لأن المعلم عفوا هو عبارة قاعد يصنع أجيال. صحيح. وقاعد يصنع عقول. صحيح. فقاعد يشاهد متغيرات، قاعد، ولذلك إذا أردت دائما حنا نغير في فكر أي إنسان، دائما ننطلق، تبي تغير أي إنسان ننطلق من أمور أساسية. إذا أنا بغير مثلا سين من الناس، أغير أول شغلة اعتقاده. صحيح. إذا غيرت اعتقاده سهل. سهل. صحيح. الأمر الثاني القدوة. يعني إذا بحقق مثلا إنسان عنده جانب سلبي، أعطيه قدوة صالحة ينتقل إلى جانب إيجابي. صحيح. أيضا أعطيه، إذا أنا بغير في هذا الطالب أو كذا، أعطيه مهارة، أعلمه على اهتمامات، أزوده في اهتمامات ومهارات، وأزوده كذلك بقيم. هذا القيم تزرع فيه مقومات الأمن اللي إحنا قاعد نتحدث عنها. فتغيير ميدان التربية،
التربية ميدانها. فالمؤسسات التعليمية لا شك أنها على ثقر هام جدا وعليها دور عظيم جدا في القيام في مهامها. يعني رؤية مؤشرات التطرف والعنف إذا قلنا تشاهد عن طريق الأسرة أيضا تشاهد عن طريق التعليم، لأن هناك دراسة للأفكار يعني في الحصص الآن اليومية ولقاءات بين مثلا الطالب ومعلمة، هناك حوار فكري بغض النظر أيا كان، هناك حوار ومؤشراتها تكون بارزة في المدرسة بالذات، تكون بارزة وتكون معرفة في الحقيقة في الوسائل بالذات في المدرسة. فأنا بزود مثلا الطالب، وهذه لا شك عامل مهم جدا للمعلمين وهذه مسؤولية كبيرة. صحيح. بزوده بقيم، القيم هذه تعزز الانتماء والمواطنة عند الطالب. أذكر أظن في وزارة التربية هناك يعني منهج الخاص بال التربية الحياتية في التربية الحياتية. نعم. من أروع صراحة الآن المناهج الآن، وهي زراعة القيم. أنا بزرع قيمة في الطالب، قيمة المواطنة مثلا، قيمة يعني الآن موضوع انتماء المواطنة في قيم كثيرة جدا. صحيح. فأنا بزرع قيمة المواطنة، كيف أجعلها فعلا هي هذا الحب الوجداني أن ينتقل إلى شيء عملي. ممتاز. إلى شيء عملي، إلى شيء يخدم بلده، إلى شيء في رفع لهذا البلد، في رفع لشأن هذا البلد. فلما أعزز هذا الجانب في قيم هنا حققت مبدأ المواطنة. بالإضافة أنا بعلمه قيمة، وهذه كلها طرف المؤسسات التعليمية. نعم. لازم أعلمه مهارة يطبق فيها القيمة. فإذا وجدت المهارة أمكن للقيمة هذه أن تترجم ترى عمليا. صحيح. عمليا يعني دكتور سعود، هناك رابط ويعني تقارب بين الأمن الوطني والأمن الفكري، ما في نقاش. نعم. إذا وجد أمن فكري إذا أصبح هناك استقرار بين أمن وطني. الأمن الوطني هذا الانتماء والمواطنة يستقر متى؟ إذا كان في استقرار ترى في الذهن. نعم. إذا كان في استقرار في الذهن أمكن لهذا الأمر أن يكون في نصابة وفي طريقة كذلك الصحيح. فنحن عفوا في المؤسسات التعليمية الفكر مكشوف. الفكر مكشوف. ماذا يعني مكشوف دكتور؟ مكشوف يعني للمعلم يعرف. فكر عفوا الطالب مكشوف له. واضح. واضح له. يعني فحنا إذا وجدت الحوار البناء داخل المدرسة بمعنى وهذه لعلي عفوا ضيفها، وأنا أتمنى صراحة أن تنشأ منظومة. هذه المنظومة هي منظومة لدراسة مؤشرات العنف. يا سلام. من البداية. من البداية. ذكر هالمؤشرات هذه من أي سن، أي مرحلة دراسية نبدأ فيها؟ مثلاً نقول لك الابتدائي يكونوا صغار تو الناس، من أي مرحلة؟ وفق خبرتك. لا لا، غالباً من المتوسط فما فوق. يعني من 14 15. المتوسط يبدأ الآن تغير السلوك. فالسلوك الآن يبدأ تغير. فمنظومة دراسة مؤشرات العنف والتطرف هذه كلها مقياس. يتوكل مثلا الاخصائي الاجتماعي يقيس. يطور عمل الاخصائي بمعنى يعني من كان يتحلى بعنف وكذا. تعطيني مؤشرات. جميل. هذا تعطيني مؤشرات. ينبغي ان تدرس من البداية. صحيح. انا ما انتظر عفوا الشاب. نعم. او الطالب الى سنوات مثلا متاخره. صحيح. وهذا ما نعيشه الان في استقلال ترى عقول الناشئه في المراحل في مراحل الدراسه الى ان يكون ذهنه مشبع بعد المرحله الثانويه ويكون مطلق الحريه ويسافر وياتي. هنا تخرج الافكار تكون للعلن. نعم. يذكر ما شاء الله الاقتراح هذا دكتور سعود يعتبر من الوسائل العلاجيه لحمايه الامن الفكري. هذه مهمه مثلاً. جدا. وجدت المنظومه بمعنى مثل ما تفضلت الاخصائي الاجتماعي يوسع. صحيح. جانبه ويتبع زين بمعنى تكون هناك دراسه للمؤشرات على مستوى العموم وتكون عندي هذه المنظومه واضحه بمعنى أن الفكرة من بدايتها يكون وأد لهذه الفكرة. ممتاز. العنف من بدايتها أقضي عليها. صحيح. أنا ما أنتظر العنف لما يجيني في مرحلة ثانوية. لأن إذا وجد العنف في المرحلة الثانوية وجد التطرف. صحيح. فيما بعد الثانوية. صحيح. ووجد أيضا القلوب. فالأفكار هي تأتي من فترة بعيدة لكن تخرج للعلن بعد أن تخمرت هذه الفكرة. صحيح. وكانت هناك أرض خصبة وجدت هذه الأرض الخصبة إلى أن أصبح الآن وصل الإنسان إلى مرحلة التنفيذ. صحيح. وهذه مرحلة ترى فعلا ترى متأخرة. أيضا دكتور سعود، ليس فقط المدرسة ذكر عليهم هذا الدور، مثل ما قلنا قبل شوي البيت دورها مهم،
أيضا تذكر المسجد وسائل الإعلام، يعني دور مناط بدور مؤسسي كامل. هي 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 ثلاثية. نعم. بين أسرة كريمة وبين مدرسة سعيدة وبين مجتمع آمن. هذه الأمور يعني لما أتكلم عن المجتمع بمعنى وسائله كلها، سواء البث الفضائي ولا المجتمع عموما، يعني الصحافة وغيرها. نعم. بشتى يعني ما تحمل الكلمة من معاني. نعم. فالأمور الثلاثة إذا أصبحت محضا للوسطية والاعتدال راح يخرج عنده جيل لا شك يحمل راية الوسطية والاعتدال. نعم. وإذا كانت هذه المحاضن الثلاثة أو أحدهما يحمل في أحدهما ثغرة ممكن يتم الدخول فيها ويكون فيها انحراف فكري. نعم. هنا يمكن طبعا فيه يكون فيه خطورة كبيرة. نعم. فهذا اللي نقصد فيها المنظومة دراسة المؤشرات، هي تعطينا تنبؤ. نعم. في الحدث قبل وقوعه. زين دكتور سعود العجمي، كونك يعني ما شاء الله عضو مركز تعزيز الوسطية وأيضا طبعا قبلها أنت موجه فني في وزارة التربية، دكتور لو قلنا من خبرتك في هذا المركز مركز تعزيز الوسطية، دكتور لو قلنا لك نبي رسائل يعني توجهها للمجتمع من واقع الخبرة والأمور اللي مرت عليكم، بعض الشباب اللي بكل يعني الله يهديهم الانحراف تعرض له، شو يكون رسائل اللي ممكن توجهها للمجتمع بأهمية المحافظة على الأمن الفكري؟ الأمن نعمة. رسالة من القلب. لا لا الأمل نعمة، يعني الرسالة اللي أوجهها أولا الحقيقة إلى 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 الشباب عموما أن يحذر من الرسائل المشبوهة التي تحمل في طياتها زعزعة لأمنه وزعزعة لاستقراره، ويحذر من اتباع هواه. نعم. وزخرف القول. ممتاز. تكون مغلفة بأمور فكرية. نعم. مغلفة بعبارات جميلة لكن تحمل في طياتها هواية خبيثة، فوضى. نعم. واضطراب. نعم. فينبغي أن يعني نتقي الله عز وجل في أوطاننا ونتشبث بهذا الأمن اللي الله عز وجل حبانا فيه في بلدنا العزيز الكويت، ونعض عليه بالنواجذ. نعم. هذه تذكر أول رسالة للشباب. هذه للشباب عموما. الأمر الآخر لإخواني المعلمين. الإخوان المعلمين طبعا أن يفتحون قنوات الحوار البناء الهادف، لأن دائما الحوار تحب النفوس. صحيح. وتشتاق النفوس وتأنس فيه. فإذا فتح الحوار البناء في مؤسساتنا التعليمية وأيضا عفوا داخل أسرنا الكريمة. نعم. ثقوا تماما أن الأفكار المنحرفة تؤد من محلها. صحيح. إذا عدم الحوار الهادف أمكن أن يوجد هناك حوار متطرف. فمثل ما أكدت فكر أنا أبي أوجه أيضا. صحيح. بفكر كذلك آخر. فهؤلاء هذه الرسالة موجهة طبعا للمعلمين وللأسرة الكريمة أن تفتح الحوار الهادف مع الأبناء عموما. نعم. الرسالة الأخرى لوسائلنا الإعلام العزيزة. نعم. ووسائل الإعلام ينبغي أن نحذر من الرسائل الإعلامية وألا نكون جسر لبعض العبارات التي تغري الشباب وتكون فيها سموم لعقول الناشئة. فنريد لوسائل التواصل طبعا عموما وسائل الإعلام اللي أقصد فيها وسائل التواصل أيا كان وسائل التواصل. نعم. ألا تكون هذه الوسائل التواصل جسر للشائعات. نعم. التي تهدم المجتمع وتفرق. فنريد من الجميع الكلمة التي تجمع المجتمع نقدمها، والكلمة التي تفرق المجتمع نبتعد منها. كر ناخذ الفاصل ونكمل إن شاء الله. إذن فاصل ورجع لكم، خلكم معنا. يا هلا فيكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج إثراء الهواء، وتقريبا نحن يعني وصلنا لختام حلقتنا اليوم مع ضيفنا الدكتور سعود العجمي عضو مركز تعزيز الوسطية. دكتور سعود ما شاء الله عليك، يعني من البداية كلمتنا عن كل ما يخص هذا المصطلح وهذا المفهوم، لكن دكتور إذا تبي تختم بكلمة أخيرة شو راح تقول لنا؟ هذه النعمة العظيمة اللي قاعد نعيشها في بلدنا الحبيب الكويت، هذه نعمة عظيمة، نعمة الأمن والاستقرار. والنعم إذا شكرت قرت هذه النعم. وإذا
جحدت هذه النعم فرت. فهذه النعم العظيمة ينبغي أن نتشبث بها. مجتمعنا العزيز مجتمع الكويتي ضرب أروع الأمثلة في التلاحم والتعاضد والإيد الوحدة، وأصبح مضرب عند الشعوب العالم كلها. صحيح. هذه وقت الأزمة. صحيح. مضرب في الشعوب كلها. نعم. كان يضرب فيه كيف تلاحم وكيف تعاضد وتآلف مجتمعنا. صحيح. تعاضد، وهذه نعمة عظيمة. صحيح. جدا. فهذه النعمة نعمة التآلف القلوب الوحدة، هذه فضل من الله، هذه نعمة نحمد الله عز وجل. نعم. عليها. نعم. نذكر الدكتور سعود العجمي عضو مركز تعزيز الخطية، نقول لك جزاك الله خير دكتور، بارك الله فيك. الله يجزاك خير وشاكر لكم على الاستضافة، بارك الله فيك. الله. أيضا شكر موصول لكم مشاهدين الكرام ومشاهدي إثراء الهواء، وطبعا دائما الأمن الفكري هي مسؤولية المجتمع والأسرة، وأيضا مسؤوليتنا في تحقيق هذا المفهوم والمواطنة، وهو من أهم مقومات الإيحاء الكريمة. إن شاء الله لقانا فيكم يتجدد في حلقة مقبلة من إثراء الهواء، في أمان الله، مع السلامة.